في أواخر 2017 أعلن العراق انتصاره الكاسح على تنظيم داعش الإرهابي، إعلان نصر وصل قمته بمقتل زعيم التنظيم أبو بكر البغدادي عام 2019 الذي أنجزه جهاز المخابرات الوطني العراقي. نهض الجهاز بقيادة مصطفى الكاظمي عندما تسلم منصب رئيسه عام 2016. لا يقوم جهاز المخابرات الوطني بأي عمل يدعم أو يقوض مصالح أي حزب سياسي قانوني عراقي أو أي مسؤول. يدير الجهاز نشاطاته استناداً إلى حقوق الإنسان والحريات الأساسية المكفولة والمحمية بموجب القانون والدستور. سجل الجهاز إنجازات واسعة في المناطق الرخوة أمنياً، وأعاد الانتشار وفق الحصول على المعلومات الأمنية الموثقة بالحقائق والأدلة. نجح الجهاز في أن يدير العملية الأمنية داخل العراق وخارجه بالتشبيك مع علاقات إقليمية ودولية، برع من خلالها في إبراز دوره الفاعل ومهنيته العالية. عمليات ضد إرهابيين ومزورين نجحت بالقبض على أسماء مهمة، منهم ما يسجل في سياق الحفاظ على أمن العراق وشعبه وأمن المنطقة. من بين تلك الإنجازات عنوان عريض أعلن فيه القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي القضاء على والي العراق بعملية الثأر للشهداء عام 2021. عملية نوعية خاصة أيضا أنهى بها جهاز المخابرات الوطني حياة المسمى بوالي بغداد ومعاونيه ضمن نهج الجهاز وإشراف قيادته. إنجاز المخابرات الذي يسجل خارج البلاد أيضا بملاحقة وباء الإرهاب كعملية القبض النوعية على العقل المدبر لتفجيرات الكرادة غزوان الزوبعي. مسيرة لا تتوقف من برهنة المهنية والمنعة المخابراتية العراقية التي تدفع بالعراق لأن يكون أكثر استقرارا، مع وعيد مستمر بتقديم إنجازات خارجية تضمن استقرار ميزان الأمن والأمان في العراق والعالم.